نتمتع جميعا بحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان ليست مجرد مبدأ مثالي غربي. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب يقر بأن لجميع الأفراد والمجتمعات حقوقا، وينص على أن لجميعنا الحق في الحياة والصحة والعائلة وفي حماية قانونية على قدم المساواة مع الآخرين، ومحاكمة عادلة، وممارسة دين بحرية وفي التظاهر والتعبير وأكثر من ذلك بكثير. ولكن تنتهك حقوقنا في بعض الأحيان، ولا يمكننا التماس المساعدة من السلطات أو المحاكم في بلداننا. إلى من نلجأ إذن؟ عندما تفشل دولتنا، تكون المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي ملاذنا الأخير لنيل العدالة وجبر الضرر. وإنشاء المحكمة الأفريقية لحماية وتعزيز الحقوق المعترف بها في الميثاق الأفريقي والمعاهدات الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان، ويقع مقرها في أروشا بتنزانيا، وتتألف من 11 قاضياً مستقلاً ومحايداً من جميع أنحاء القارة. عندما تتلقى المحكمة شكوى ضد دولة ما، تطلب من الدولة المعنية الرد، وتدرس القضية، وتنظم جلسة استماع في بعض الأحيان، وتقرر أخيراً ما إذا كانت حقوق المشتكي قد انتهكت بالفعل أم لا. وعندما تستنتج وجود انتهاك، يمكن للمحكمة أن تأمر الدولة بوضع حد له أو تصحيح الوضع المعني. ويمكن أن تتراوح قرارات المحكمة بين تدابير محددة لتغيير وضع شخص واحد أو أكثر، وقرارات ذات تأثير أكبر، مثل تغيير القانون لمنع حدوث انتهاكات في المستقبل. ولكن لا يمكن للمحكمة الأفريقية النظر في شكوانا إلا إذا كانت الدولة التي نقيم فيها قد صادقت على البروتوكول التأسيسي للمحكمة، وإذا كانت قد أدلت ببيان إضافي يسمح للأفراد والمنظمات غير الحكومية بتقديم شكاوى مباشرة إلى المحكمة. وحتى اليوم قد صادقت 34 دولة أفريقية على البروتوكول، وقامت 8 دول منها فقط بالإدلاء بهذا البيان الخاص، وقد أدلت 4 دول أخرى بالبيان أيضاً، ولكنها سحبت ذلك فيما بعد، من تزع من السكان قدرتهم الضرورية على لجوئهم هذا إلى القضاء التي كانت قد تسنت لهم سابقاً. على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي المصادقة على البروتوكول التأسيسي للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والإدلاء ببيان بحسب المادة 34.6 يسمح بالوصول المباشر للأفراد والمنظمات غير الحكومية إلى المحكمة. سيسمح ذلك للأفراد والمنظمات غير الحكومية بالتماس العدالة وجبر الضرر عندما تنتهك حقوقهم في بلدهم. حقوق الإنسان هي للجميع. لقد حان الوقت لحماية المحكمة الإفريقية لتتمكن من الاستمرار في حمايتنا.